مايو 1982 ميلاد أول منتج من مصانع العرب، وبدأ مشوار الثقة. بالتطور المستمر، بالالتزام بمعايير الجودة اليابانية، النهاردة أكثر من 300 منتج بيخرج من مصانع العرب. أكثر من 12 مليون بيت في مصر بيثق في اسم العربي. العربي، صناع الثقة. الدولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا. هذا البرنامج برعاية سيراميكا كليوباترا، رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي، صناع الثقة. حقوق الإعلان الحصرية لهذا البرنامج ميديا لاين. هذا البرنامج من إنتاج إيبونايت. بص في وشوش الناس كله ورا حكاية، أصل اختلاف البشر من ربنا آية. خلقنا غير بعضنا علشان نكمل بعض. قربت تلاقي نفسك بتبص في المراية. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي، صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا، رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا. انت مين؟ وملك منورة قوي وشايفة نفسك كده. أنا لمبة توشيبا العربي، أحدث تكنولوجيا ياباني. طب هنشوف هتعيشي قد إيه؟ أكتر من 9000 ساعة. ودول مين كمان؟ دول بقية العيلة. إحنا لمبة توشيبا العربي. لمبة توشيبا العربي، كعب جامد وإزاز قوي، حجم أرفع وإضاءة أقوى. خلي حياتك دايما منورة. العربي، صناع الثقة. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي، صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا، رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. عارف فلان عارف أنت ما تعرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم ومكملين مع دعوة للتعايش. والحلقة النهاردة مع فقيه وأستاذ ودكتور في جامع الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية بالرياض. والحلقة النهاردة دعوة للتعايش، ويمكن التركيز أكتر. حلقات كتير في دعوة للتعايش كنا بنركز التعامل بين الأجيال وبعضها،
ساعات نركز بين المسلمين والغرب، ساعات نركز بين الأزواج والزوجات، لكن الحقيقة حلقة النهاردة هتكون مركزة على دعوة للتعايش في منطقة خاصة جدا، منطقة المذاهب الإسلامية، منطقة المدارس الإسلامية، المدارس الفقهية. وإحنا بنتكلم النهاردة عن الإمام أحمد بن حنبل، ومعانا فقيه من المملكة العربية السعودية هيحدثنا تحاور عن الإمام أحمد بن حنبل بنية دعوة للتعايش. ولذلك الحقيقة في الحلقة لها خصوصية شديدة، لأن هو معلوم أن مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أو إذا استطعنا أن احنا نقول مدرسة الإمام أحمد بن حنبل كمدرسة فقهية، متمركزة في المملكة العربية السعودية، ومنها ينتشر هذا الفكر لأرجاء العالم. فأنا معانا اليوم الدكتور سعد بن مطر العتيبي. اولا اهلا وسهلا دكتور، وشرف لينا وسعداء لوجودك معنا. وانا شخصيا سعيد جدا، يمكن اول مره استضيف استاذ من اساتذتنا في الفقه والشريعه الاسلاميه من المملكه العربيه السعوديه، فشرفتنا. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير وشكرا على هذه الاستضافه. الله يعزك دكتور. الله يعزك دكتور. دكتور سعد عضو هيئه التدريس بقسم السياسه الشرعيه بالمعهد العالي للقضاء، وأستاذ في جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وكل مقالاته وكل كتبه وكل يعني آراءه موجودة على موقع muslim.net. وإحنا هنستأذن حضرتك إن بعد الحلقة لو الشباب حبوا إنه يتراسل معاك على موقع عمرو خالد دوت نت، يعني نستأذن حضرتك انك تقبل ذلك. فاحنا يا دكتور سعداء بوجودك معنا جدا، وجزاك الله خيرا يعني على حضورك للقاهره وتشريفك لينا. انا عارف ان انت جاي من يعني في نفس اليوم جيت من الرياض على القاهره بتصور معنا الان، فجزاك الله خيرا. لكن انا حابب ان انا ابدا مع حضرتك بنقطه يمكن انا لسه ذاكرها في بدايه الكلام. ايه سر تمركز مدرسة الإمام أحمد بن حنبل في الخليج أو في المملكة العربية السعودية بالذات، وأثر دون على انتشار المدرسة عالميا، وأثر ده على العلاقة بالعالم الإسلامي؟ فلو تأذن لنا نبدأ بالنقطة يعني. بارك الله فيك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكركم أستاذ عمرو، والحقيقة جهودكم الدعوية والتربوية التي عمت الأرض ولله الحمد ونفع الله عز وجل بها أمر تشكرون عليه، وخاصة أنكم تحاولون قدر المستطاع مراعاة المنهجية القرآن والسنة، وهذا هو الذي يلتقي عليه المسلمون دائما ويجب أن يستمروا عليه. جزاك الله خير. الله يبارك فيكم. الحقيقة أن مسألة المذاهب الفقهية هي مدارس قانونية، بمعنى أن هذه المذاهب لا تتعلق مسألة العقائد، أصول العقائد المتفق عليها. نعم. مسألة المعلوم من الدين بالضرورة متفق عليه، يعني مثلا لا يأتينا شخص ويقول والله صلاة الظهر واجبة عند الشافعي، لا، هي واجبة عند الجميع. نعم. ولذلك انحصرت المذاهب في مسألة العمليات، نظريات فقهية وما يتعلق بها. على مر التاريخ الإسلامي كانت الدولة الإسلامية تتبنى مذهبا معينا، نعم، يوثق في عالم معين مثلا ويكون له مكانة. المذهب الحنفي، نعم، على مر التاريخ كان هو الأحظى والأكثر، نعم، وجودا في الدول، نعم، الإسلامية، ولذلك الدولة العباسية أن هي تبنته تماما، نعم، محمد أبو يوسف، القاضي أبو يوسف لما ألف كتاب الخراج للهارون، نعم، الرشيد، نعم، فهو أشبه بدستور للدولة يعني كان، نعم، نعم. فهذا جعل يعني كون الدولة تتبنى مذهب معين يعني يعني يجعله ينتشر ويكون له مكانة، وحتى الدراسة والمناهج الدراسية تتجه في هذا الاتجاه، نعم، لكنها لا تنحصر لله الحمد، نعم، والتاريخ يشهد بذلك. المدارس الفقهية موجودة وتسايرت معا على مر التاريخ لكن تقل وتكثر. كذلك المذهب المالكي لما كان له دولة في الغرب، نعم، المغرب الإسلامي كان له وجود وانتشار واسع، نعم، في الأندلس وفي، نعم، المغرب العربي المعروف اليوم. أيضا المذهب الحنبلي لم يقدر سبحان الله أن يكون هناك دولة تتبناه فيما مضى، نعم، لكن كان موجودا ولا شك، نعم، وله مدارسه وله فقهاؤه ومنظروه في الجزيرة العربية قبل دعوة، أو حقيقة مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نعم، هي دعوة تصحيحية وإصلاحية، نعم، ولذلك كان المنهج الفقهي الذي يتبناه مذهب الإمام أحمد بن حنبل، نعم، وله قامت
الدولة السعودية الأولى قامت بالتحالف بين محمد بن سعود ومحمد عبد الوهاب رحمهم الله. فهذا الذي جعل المذهب الحنبلي مكانه أنه وجدت الدولة التي ترعاه. فاستمر بهذه الطريقة وأثر بلا شك. الدولة السعودية الأولى كانت وصلت إلى البصرة، يعني وصلت مناطق أوسع. فانتشر المذهب بهذه الطريقة. في العصور المتأخرة تبنت الجهات المؤسسات الشرعية في المملكة والدعوية طباعة الكتب وتأليفها والتشجيع عليها. وكان هناك علماء، مثلا في مصر الشيخ محمد حمد الفقي كان يعني كان له أثر كبير في نشر كثير من المؤلفات. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أيضا. فهؤلاء كان لهم أثر حقيقة. هي مدرسة صار لها وجود أوسع، ولا زال عندنا مذاهب الفقهية موجودة كلها، موجود الشافعي المالكي حتى في السعودية دكتور، موجود الآن عندنا في الأحساء وفي بعض مناطق الحجاز وموجودة. أسألك سؤال دكتور، هل تقابل بالقبول ولا بالرفض من كبار علماء المملكة العربية السعودية المذاهب الأخرى؟ هو في قضية حقيقة ينبغي أن أؤكد عليها. مسألة تبني مدرسة فقهية لا يعني التعصب لها، بل عندنا المنهج، بل هو منهج الأئمة جميعا الأربعة أنهم يمقتون التعصب. فالقضية قضية يعني لما تتكلم في الفتاوى تفتي الناس بما باختيارات أنت حضرتك قلت حصر، يعني أنت حضرتك حليت في أول خمس دقائق من البرنامج مشكلة كبيرة، أن أنت حضرتك قلت أصلا الاتفاق في الأصول وفي القضايا الأساسية والقضايا العقيدية منتهي بين الأئمة أو الاختلاف في العمليات. تماما ولذلك كلهم أئمة أهل السنة والجماعة. أنا كنت بقرأ في دائرة المعارف الحسينية مؤلفها من الشيعة كان يتكلم عن كل ما ذكر أحد المذاهب، قال وهو مذهبه من مذاهب أهل السنة. فبين هذه في كل مذهب، بالتأكيد هي مذهب أهل السنة حتى ويعرف هذا الآخرون يعني. لكن في قضية مهمة، عندما تريد أن تحكم دولة فلا بد يكون هناك قانون سائد. لا يمكن أن نجعل قضية اختيار القانون لكل مذهب، فكان لابد يكون هناك توحيد. بغض النظر عن مسألة، وعادة يعني العلماء يرشحون الأشياء الأرجح. يعني عندنا كان أول في البداية الدولة السعودية الثالثة كان هناك بعض الكتب الحنبلية مفروضة في القضاء، أو بالأصح يعني يشار بأن يتجه إليها في القضاء، لكن الآن أبدا القاضي لا يتقيد إطلاقا في المذهب الحنبلي، بل يخالفه كثيرا، يأخذ اختيارات بعض محقق الحنابلة في القضاء في المملكة العربية السعودية. في المملكة نعم، الموجود الحمد لله الآن. أيضا لم تحارب المذاهب الأخرى، يعني كل يعني المدارس الفقهية مثلا في الأحساء موجودة إلى الآن ولم تحارب، لأنها مذاهب فقهية. قضية يمكن بعض الأشياء التي كان لها هناك محاولة في إصلاحها، بعض الأشياء التي فيها بعض الأخطاء العقدية أو كذا، هذه هناك إصلاح فيها. طب بس أنا عايز أقول حاجة دكتور، إحنا في دعوة للتعايش وما فيناش إن شاء الله زعل يعني، لكن الصورة ممكن تكون غير كده. يعني أحيانا تأخذ الصورة إن هناك في المذهب الحنبلي تشدد لرفض أي مذهب آخر غير المذهب الحنبلي، ما تزعلش مني يعني. جميل، دائما في أي قضية تطرح نقول هاتوا برهانكم، يعني عندما يردد صحيح يردد، لكن هل ردده أحد من العلماء؟ أبدا. هي قضية شائعات أشبه بالحملات الإعلامية أحيانا في ظل تصارع، يعني الحمد لله الآن العالم الإسلامي في مرحلة تختلف عن المرحلة الماضية. في ظل الفقهاء الأربعة، فقه الفقهاء الأربعة، كانت الأمور تسير من أبدع ما يكون بكل سلاسة وسهولة. لما جمد بعض الأتباع، أتباع المقدين على بعض النصوص الحرفية للأئمة، هنا أتت المشكلة. أولا خالفوا الكتاب والسنة، ثم خالفوا أئمتهم، لأن الأئمة يقولون مذهبنا هو موافق الكتاب والسنة. هذه قضية يعني مهمة جدا. عندما نأتي للواقع وندرس المذهب الحنبلي سنجد هناك السعة الكبيرة جدا، وهذه ممكن سنأتي إن شاء الله. لكن أنا حابب في البداية دكتور، وأنت حضرتك يعني أستاذ بقسم السياسة الشرعية، فأنا حابب الأول أتكلم على عظمة الفقه الإسلامي. ويعني إحنا بنتكلم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فإحنا بنتكلم على عراقة الفقه الإسلامي. فخلينا نبتدي الأول من قبل الإمام أحمد بن حنبل، عظمة الفقه الإسلامي وكيف المفروض أن إحنا ننظر. الفقه الإسلامي فيه كلام جميل جدا للشيخ شلتوت رحمه الله. يقول أن العلماء الفقهاء شيخ الأزهر، الشيخ الأزهر رحمه يقول علماء في كتاب الإسلام عقيدة وشريعة، يقول علماء الإسلام نهلوا من الكتاب والسنة فأثروا الحياة الفقهية والعلمية في النظريات والعمليات.
ليس في قضية المعتقدات، لأنهم كلهم على عقيدة واحدة. نعم. وهذا كلام حقيقة جميل جدا، هذا إثراء، يعني يجب أن ننظر إلى أنه فعلا إثراء، أثروا الحياة العملية في الفكر الإسلامي. نعم. في القانون الإسلامي صح التعبير بلغة العصر اليوم، هو حقيقة قانون. نعم. يعني قانون إسلامي، يعني أخذ من الكتاب والسنة والفقهاء، أشبه بما نسميه اليوم بشراح القانون. نعم. هذا دورهم فقط. نعم. يعني لم يكن لهم أي تشريع من دون الله أبدا. نعم. معاذ الله. نعم. بل كانوا يحاربون هذه الفكرة. نعم. يعني لكن قد يكون الغرب يرى الفقه الإسلامي إنه هو سبب جمود المسلمين، أو خليني أكون معك أكثر صراحة، قد يكون الغرب يرى الفقه الحنبلي الموجود في المملكة العربية السعودية هو السبب في كل مآسي المسلمين، وبيقولوا أن علماء الغرب كاتبين كده وبيقولوا كده. بالنسبة أنا أعود إلى قضية الفقه الإسلامي مرة أخرى. نعم. أنا لا أريد أن أتي بشهادات حنابلة ولا فقهاء مسلمين. نعم. أنا بين يدي بعض النقول لبعض الغربيين، إذا تأذن لي ممكن. تفضل. يعني هل يقول هوكينج أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد في كتاب له اسمه روح السياسة العالمية، يقول إن سبيل تقدم الدول الإسلامية ليس في اتخاذ الأساليب المفترضة التي تدعي أن الدين ليس له أن يقول شيئا في حياة الفرد اليومية أو عن القانون والنظم السياسية. وأحيانا يتساءل البعض عما إذا كان نظام الإسلام يستطيع توليد أفكار جديدة وإصدار أحكام مستقلة تتفق وما تتطلبه الحياة العصرية. والجواب هو يجيب، والجواب على هذه المسألة هو أن في نظام الإسلام كل استعداد داخلي للنمو. 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 نعم. وأما من حيث قابليته للتطور فهو يفضل كثيرا من النظم والشرائع المماثلة. نعم. والصعوبة لم تكن بانعدام وسائل النمو والنهضة في الشرع الإسلامي، هو ينفي هذا، وإنما في انعدام الميل إلى استخدامه. الناس جمت تقصير، يعني تقصير الناس في الاجتهاد. أيوة. وإقصاء الشريعة سواء. نعم. على مستوى أحيانا. نعم. قد يكون رسمي. نعم. أو بسبب الاستعمار أو. نعم. فهو ينفي أن يكون المشكلة في الفقه ذاته. نعم. يقول وإنني أشعر أنني على حق حين أقرر أن الشريعة الإسلامية تحتوي بوفرة على المبادئ اللازمة للنهوض. نعم. إذا المشكلة فينا نحن. نعم. في كلام أكبر من هذا جدا. نعم. شير العميد حكيم كلية الحقوق بجامعة فيينا. نعم. يقول في مؤتمر الحقوقيين، يعني. نعم. تخيل لما أستاذ قانون وفي مؤتمر حقوقيين، مستحيل تكون قضية عاطفة. نعم. أو قضية مجاملة أبدا. نعم. هذا عام 27 و900 ألف. يقول إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ إنه رغم أميته، لا يقرأ ولا يكتب معروفا. نعم. استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد 2000 سنة. أي انبهار. نعم. أكثر من هذا بالفقه الإسلامي لما. نعم. الإنسان يدرس الفقه يعني يبتعد عن الكلام وعن الشائعات وعن الإعلام والأهداف السياسية في نعم. يدل الحقيقة ويبحث عن البرهان. نعم. سيجد مثل ما وجد هؤلاء ليسوا مسلمين. لم أتي بكلام مسلم ربما تحمله العاطفة، لا، هو قانوني أيضا. نعم. ليس مفكر عادي يعني أو عام. نعم. قانوني ويقول هذا الكلام، يعني سنكون أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمة بعد 2000 سنة. نعم. يعني ناخذ مره ثانيه من ميلاد المسيح تاريخ جديد. انا بالمناسبه دكتور، ويمكن دي تكون مفيده ان احنا نقولها للناس اللي يسمعونا، ان انا فوجئت ان في فيينا وبيتكلموا عن ان اول من وضع اصول القانون الدولي واحد اسمه ده في مؤتمر اتعمل في فيينا خاص بالأكاديميين الحقوقيين. أنا في الحكاية دي وحضرتك بتكلم عن أستاذ الحقوق الآن. فعاملين مؤتمر للحقوقيين على مستوى العالم، فتقدمت ورقة عمل من أستاذ سويسري بيقول فيها أن القانون الدولي، تاريخ أول من كتب في القانون الدولي واحد اسمه محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة كان بيفكر في الآراء المستقبلية، فقعدوا يتصوروا للعلاقات الدولية كيف تكون في أمة من الأمم، فكانوا بيقولوا إن هو الكلام اللي هو كتبه هو ما استعان به الغرب عند نشأة الأمم المتحدة في وضع القانون الدولي. هنكمل مع الدكتور سعد العتيبي بعد الفاصل إن شاء الله. عارف فلان عشر يبقى أنت ما عرفه.
سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي، صناع الثقة. مراوح توشيبا العربي، موديلات كتير وألوان أكتر. مراوح توشيبا العربي، في حد لسه حرام؟ العربي، صناع الثقة. دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا. سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل في المتطور في مصر. العربي، صناع الثقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم، وبنكمل مع الدكتور سعد العتيبي، عضو هيئه التدريس بقسم السياسه الشرعيه بالمعهد العالي للقضاء، والاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. دكتور سعد، انا عايز اتنقل على نقطه تانية ونقول المذاهب الاسلاميه لو قلنا مجال عملها، يعني عايز اقول ايه بمجال عملها، يحدودها لغايه فين؟ يمكن احنا ابتدينا في الحته دي، بس يعني لغايه فين نقول خلاص ما عادش في عمل هنا للمذاهب الاسلاميه؟ يعني حقيقه الحلقه هنا او اهداف هذه الحلقات في التعايش، يعني حقيقه انا بسال السؤال، عايز اروح للتعايش، بس يعني قلت ايه اسال السؤال بحضرتك. هو السؤال هذا الحقيقه لا استطيع ان افصله عن هذه القضيه. نعم. عندما يكون المذاهب الفقهيه وحدود المذهبيه الفقهيه منحصره في جانب النظريات الفقهيه، وما يتعلق بعض الجزئيات العمليات في الفقه، سواء كان في يعني المعاملات، في الشروط يسموه بالشروط الجعلية، يعني لما يكون هناك يوجد متعاقدان كل شخص يريد أن يضع شروطا، هذه يعني أشياء، لكن الضروريات أصول العقائد هذه متفق عليها، وهذه مجال رحب جدا، وهو الذي إذا تعايشنا عليه فلا نحتاج إلى تعايش على شيء آخر. لماذا؟ لأن هناك ضوابط لكيف نختلف في الآراء الاجتهادية، ضوابط وأكد عليها أئمتنا، يعني الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك والشافعي وأحمد. طب لو كده يبقى إيه معنى كلمة أنا منتسب للإمام الشافعي؟ أنا شافعي، أنا منتسب للإمام أحمد بن حنبل، أنا حنبلي، يعني طب يبقى إيه معناها، إيه أو حجمها إيه؟ يعني عندما تنتسب إلى مدرسة وليس تقليدا في ذات الأقوال وإن خالفت الكتاب والسنة، هذا ليس هناك إشكال. يعني أنت تأخذ بأصول الإمام أحمد، تدرس على، يعني دائما في جميع، حتى الآن يعني نجد المناهج التعليم لابد تبدأ بنقطة معينة، قد لا يتفق عليها الجميع، لكن نقطة تؤسس لتكون فكر ورأي وثقافة معينة. فهذه نفس الفكرة، يدرس الإنسان على مذهب معين ثم ينطلق الانطلاقة التي حث عليها ذات العلماء، وهو أن نتبع الدليل من الكتاب ومن السنة. واي يعني هناك نصوص كثيره جدا في هذه القضيه من نفس الائمه، لعلنا ان شاء الله ناتي اليها فيها. بس ده دكتور بيخليني، يعني ده الاطار النظري، بس ده يخليني ياخدني للاطار العملي، ان انا بشوف في مساجدنا، بشوف في بعض مفتينا، وبشوف في بعض علمائنا، وانا دلوقتي بتكلم كراجل يعني لا داعيه، ولا راجل واحد من الناس اللي سواء على الفضائيات بتسال او بتروح المساجد بتسال، ان انا بسال العالم، فهو العالم مثلا رايه ان مذهب الامام احمد بن حنبل بيقول كذا كذا كذا، هو بيقول لي الراي ده، فانا بخرج خلاص، انا في رايي ان ده راي الاسلام،
فبخرج من عنده فبروح عند عالم تاني بيقول لي لا الكلام ده غلط. ومثلا تكون القضية في قضية في الصلاة جمع والقصر علشان نبقى بنقول أجمع وأقصر وأنا مسافر كم يوم، فيقول لي هو يوم واحد فقط وأكتر من كده غلط، فلاقي واحد تاني بيقول لي ثلاث أيام فتح معه، في حين دون مذهب الإمام أحمد بن حنبل والتاني مذهب الإمام الشافعي. يعني السؤال بمعنى آخر، هو المفروض الواحد وهو بيفتي يقول الصح كذا ولا يقول الآراء كذا وأنا بفضل كذا؟ يا سلام، الحقيقة هذا المنطلق مهم جدا. نعم. يعني نذهب الإمام الشافعي ذاته. نعم. الإمام الشافعي كتابه الأم الذي ألف الفقه. نعم. هو فقه خلاف، يعني يذكر الآراء فيه. الإمام الشافعي نفس الإمام الشافعي. نعم. الإمام الشافعي يأتي بالآراء ويناقشها. نعم. لو كان هو يرى أن رأيه هو الحق الذي لا يجوز تجاوزه لوضع رأيه وانتهينا. نعم. لكنه رحمه الله علمنا هذا المنهج. نعم. أن نبحث عن الدليل وعن الحق. نعم. فكتاب الأم يعتبر، يعني الدكتور عبد الوهاب وسليمان عضو هيئة كبار العلماء عندنا في السعودية. نعم. ولهم مؤلفات، أستاذ بجامعة أم القرى. نعم. يعني تكلم عن هذه الناحية وأن الإمام الشافعي هو من مؤلف الفقه المقارن، هو إمام. نعم. وحقيقة من يقرأ هذا الكتاب سيجد هذا واضح يعني جدا، ويذكر آراء محمد بن حسن، آراء نعم. يعني بعض الفقهاء في عصره. نعم. فهذه النظرة الجميلة يعني حقيقة تعطي ثقة في ذات العالم الذي لم نعم. يتجاهل آراء الآخرين. الله. نعم. في قضية حقيقة الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم. أنا ألاحظ أنه لما يفتي في بعض البرامج مثل برنامج نور على الدرب. نعم. يقول هذه المسألة هي الراجحة في أصح قولي العلماء. أو يقصد في أرجح قولي العلماء، هو يشير نعم. إلى أن هناك رأي آخر. نعم. وحقيقة هذه جميلة جدا. نعم. يعني أنا كمتلقي عامي مثلا أنا لا أعرف منه أراء، أنا أريد فقط ما هو الحكم قطعا. نعم. فلما يشير الشيخ رحمه الله لهذا الأمر نعم. في وقت معين ما كان هناك يعني حقيقة وضوح لأهمية هذه الإشارة، لكن بعد ظهور القنوات الفضائية يعني حقيقة تبين، لأنه أنت ستخاطب شخص هو يعرف الرأي الآخر. نعم. فأنت لما تقول لا أنا اطلعت على الرأي الآخر نعم. لكن الراجح عندي من هذين الرأيين هو الرأي كذا، فإذا أنت تقول للمشاهد والله أنا أو السائل أنا اطلعت على هذه الآراء وأنا درستها واعتنيت بها و نعم. تعاملت معها وخرجت بنتيجة أن الراجح هو هذا القول. حتى أنا أعلم أن الإمام أحمد بن حنبل له في بعض القضايا رأي واثنين وثلاثة في المسألة الواحدة، عدة آراء متعددة. هو هذه حقيقة لها أسباب أخرى يعني متعددة. نعم. يعني مثلا أنا قبل ما أروح للنقطة الثانية، أنا عايز بس خلاص للناس اللي بتشوفنا حتة مهمة قوي. أولا لأن إحنا في الآخر البرنامج دعوة للتعايش، واحنا النهارده زي ما قلنا احنا مش بنتكلم على التعايش في كافه القضايا لا احنا بنتكلم في القضيه المذهبيه، بنتكلم في مساجدنا، بنتكلم في فتاوينا، بنتكلم مع علمائنا في الموضوع علشان نتعايش جوه مساجدنا كان الحلقه لها الخصوصيه. فاحنا يا دكتور قلنا ثلاث نقط. النقطه الاولانيه اللي احنا قلناها ان الخلاف بينهم ليس في العقائد وليس في الاصول الدين، الخلاف في القضايا العملية التي تسمح بوجود خلاف نقبل بعضنا فيه وليست قضايا محورية ولا المعلوم من الدين بالضرورة. نعم. ولا في المعلوم من الدين بالضرورة عدد الصلوات رمضان الصيام الحج العمر، إنما في التفاصيل الخاصة بالأمور. فدي نقطة تخلينا أصلا قادرين على التعايش. يعني إذا كان بداية الموضوع كده طب ما نتعايش مع بعض في مساجدنا. وأنا والله وهذا البرنامج تاني النية فيه هو جمع الشمل والقرب، ولهذا جاء الدكتور سعد بهذه النية وبهذه النية بنعمل البرنامج ده. فدي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي احنا عايزين نقولها ان نقطة للسادة العلماء والدعاة والمفتين على الفضائيات وعلى منابر المساجد وعلى الانترنت، ياريت لو قلنا الرأي، وانا دلوقتي مش بقول كلامي، انا برجع لكلام الدكتور سعد، ياريت لو نقول الرأي. حضرتك ترى ان هو نقول زي ما ذكرت الشيخ ابن باز وهناك آراء أخرى علشان ما لخبطش الإنسان لو سمع كلام تاني فيؤدي إلى خلاف. هو يقول في أصح قول العلماء، يعني أعطيك النتيجة إن والله أنا درست المسألة والخلاصة أن الصحيح من الآراء التي الموجودة هو الرأي الفلاني. نعم. لكن لم يتجاهل الرأي الآخر أو يقصيه. نعم. لا. نعم. والنصيحة الثالثة أو النقطة الثالثة اللي أنا عايز أقولها للناس اللي بتسأل، لو سألت عالم وما قالكش ان في اراء اخرى ثم سالت واحد تاني وقال لك
إجابة مختلفة، فاقبل إن ما تقولش هو إحنا اتلخبطنا في الإسلام كده، اقبل إن هناك آراء مختلفة، وما تعملش مشكلة بين الاتنين علماء وبعض وتقول له بس ده التاني بيقول عكس اللي أنت بتقوله، طالما القضية فيها آراء. ليك موافق على الكلام اللي أنا بقوله ده كده يا دكتور؟ جدا، يعني خاصة الشخص اللي ليس له دراية بالفقهيات. نعم. يقول العلماء أن هذا يقلد. نعم. ويقلد من؟ نعم. الأعلم والأتقى. نعم. فإذا بحث فعلا عن الأعلم والأتقى وسأله فيجب أن يأخذ رأي آخر، ما ينظر إلى شيء آخر لأنه الأعلم والأتقى، لكن ما يذهب يتتبع الرخص كما قال العلماء. طبعا طبعا، هذا لا يجوز إطلاقا. يعني دي إضافة مهمة، أن أنا مش بدور على مين اللي حيسهل لي الموضوع، لكن أنا بسأل بفعلا بإخلاص لله، لله عشان أنا عايز أعرف لماذا يسأل. نعم. لكن في نفس الوقت ألا ترى حضرتك إن إحنا محتاجين نقول كلمة لعلمائنا وأساتذتنا إن إحنا نحرص دايما على المبدأ دون، لأنه مريح للنفوس جدا. يعني سبحان الله، أنا بقرأ في التفاوت في الفتاوى أحيانا. نعم. الإمام العز بن عبد السلام. نعم. ذكر كلام جميل جدا. نعم. وأكد هذا الكلام تلميذه القرافي. نعم. رحمه الله، فقال إنه يحرم على العالم أن يفتي إذا كان لا يعرف الظروف ولا يعرف الزمان ولا السائل من أين أتى. نعم. كل هذه المعلومات لو بدي أعرفها يحكم على العالم أن يفتي وهو مش عارف ظروف جدا. ولذلك يعني أنا أقول في مسألة الفضائيات مثلا. نعم. الذين أمامك ليسوا مجتمع معين. نعم. محدد مثلا له مدرسة معينة، لا. نعم. أنت سوف تخاطب الحنبلي والمالكي والشافعي نعم. فاذكر لهم أن هذه الآراء والراجح. نعم. هو كذا. نعم. وبلاد مختلفة وظروف مختلفة وزمان مختلف ومكان مختلف. يعني قد يحرم بالإجماع. نعم. أمر خطير، يعني ما هي مسألة سهلة. نعم. جزاك الله خير. أنا عايز أنتقل أقوى وأدخل أكتر في الإمام أحمد بن حنبل، ولو تكلمنا عن الظروف اللي نشأ فيها الإمام أحمد بن حنبل عشان نوصل لمدرسته، فالظرف الاجتماعي أو المحيط الاجتماعي اللي أحاط بالإمام أحمد بن حنبل نقول إيه؟ يعني رحمه الله، الإمام أحمد عاش في بيئة اجتماعية غريبة. نعم. هو من أسرة عريقة معروفة، الشيبان. نعم. ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نزار بن معد. نعم. أمه أيضا صفية هي شيبانية. نعم. والده كان قائد عسكري. نعم. جده لأمه كان قائد عسكري. نعم. يعني لهم مكانه ولهم يعني بإمكانه أن يصل إلى مناصب وإلى أبها وإلى وإلى. نعم. لكن كل هذه الأمور ما التفت إليها. نعم. هو سبحان الله يعني تربى تربية خاصة تعلق حتى وهو صغير، يعني عمه مخبر. عمه مخبر. مخبر يعني بلغة الأم مباحث يعني. نعم. نعم. مرة من مرات هذا أرسل معه بعض الأوراق، يعني ممكن تقرير. أي. فقال له توصله للوالي فلان. نعم. كان صغير صبي. نعم. بعد فترة التقى فيه قال أين الأوراق؟ قال رميتها في البحر، ما كنت لأعين ظالما. أوه كانت تأريق دوار حتودي واحد شده. يعني يبدو أنه ما كان واثق من أمانة التأريق اللي مكتوب. أي نعم. نعم. للأسف. لكن لما يكون شيء أمين وفي مصلحة الأمة فهذا شيء آخر لا شك. نعم. الشاهد أن هذه الظروف، يعني عاش أيضا في اتساع الفتوحات الإسلامية، يعني كان مثلا الزمن الذي بالقرب من كان هارون الرشيد كان يقول أمطري حيث شئتي. نعم. فإن خراج سوف، قضية الثغور اتساع الدولة، يعني النهضة العلمية والفقهية. نعم. هو من مشايخ. نعم. يعني كثير من عدد من كتب الستة هو أستاذ لهؤلاء الأئمة. نعم. ف يعني هذه الأجواء دراسته على درس المذهب الحنفي وقرأ. نعم. كتب الحنفية. يعني مذهب لمدرسة الرأي. نعم. وتتلمذ على بعض تتلمذ على الشافعي. نعم. كما سبقت الإشارة وربما تعرضتم له في. نعم. حلقة. نعم. أخرى. يعني هو حقيقة درس أكثر من مدرسة. نعم. فخرج برؤية مستقلة، فهو في زمن انفتاح ودرس بانفتاح على المدارس الأخرى جدا. فتريد أن تقول أنه هو الرؤية عنده كانت واسعة جدا جدا. ولذلك لما نأتي للنقطة التي ذكرت. نعم. لكم. نعم. ترجعونها. نعم. في قضية نظرته للرأي الآخر. نعم. سنجد أشياء عجيبة جدا. نعم. أيضا هو عاش في مدرسة، يعني صار بالأصح نموذج للتصوف الصحيح. نعم. يعني في الزهد. نعم. في الورع. نعم. في التربويات. نعم. يعني شيء عجيب جدا. نعم. ممكن نضرب مثال إذا ما عندك. لا يا ريت تفضل. يعني
أتاه سائل مرة من المرات وطرق الباب الإمام أحمد من بالباب سائل فتح الباب ماذا لديك؟ قال يا إمام ما تقول في النشيد؟ في الغنى النشيد. نعم. الإمام ما قال أنت تسأل عن النشيد مع أنه زاهد يعني كان وش ما لكم النشيد شوف الحاجة قال مثل ماذا؟ قال له قل لي زي مثال أولا حتى أحكم. نعم. قال مثل ماذا؟ نعم. قال يا إمام كقول القائل إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. فالإمام نظر إليه ثم استدار إلى داخل الدار وأخذ يردد إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. يعني أخذ موعظة من السائل. نعم. وتأثر بها نفسيا وكفت في الجواب. نعم. فأي روح يعني للأسف إحنا الآن يعني تعودنا على طريقة حلال حرام كأننا نتعامل في قانون. نعم. وليست كأنها تكاليف إلهية. نعم. فنظرها بنظرة غريبة جدا وهناك أمثلة كثيرة. نعم. يعني لو. دكتور أنا عايز بعد ما يعني تدتنا صورة جاي في عصر انفتاح هو منفتح بيتعامل مع الأئمة الأخرى ويدرس المدارس الأخرى لكن أنت قلت لي كيف يتعايش مع المدارس الأخرى أو كيف يتعامل مع الرأي الآخر لأنه مهم جدا في الزمن اللي احنا ده أن احنا نقول الإمام أحمد بن حنبل كيف ينظر للرأي الآخر. فهل استأذنك نقولها بعد الفاصل إن شاء الله نكمل معكم بعد الفاصل إن شاء الله. زيك ابن آدم وفترتك تحبه. العربي صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات الشبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا. انت مين؟ وملك منورة قوي وشايفة نفسك كده. أنا لمبة توشيبا العربي أحدث تكنولوجيا ياباني. طب هنشوف هتعيشي قد إيه؟ أكتر من 9000 ساعة. ودول مين كمان؟ دول بقية العيلة. إحنا لمبة توشيبا العربي. لمبة توشيبا العربي كعب جامد وإزاز قوي حجم وإضاءة أقوى خلي حياتك دايما منورة. العربي صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي صناع الثقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. يعني بنكمل مع الدكتور سعد العتيبي والإمام أحمد بن حنبل. وأنا الحقيقة احنا كنا بنقول الإمام أحمد بن حنبل ورأيه في المدارس الأخرى ورأي المدارس الأخرى فيه. أنا ما شفتش كلمة للإمام أحمد بن حنبل بيتكلم فيها بالسلب عن أي مدرسة أخرى. يعني الإمام مالك وأنا اتكلمت في حلقات الإمام مالك تكلم كلام شديد في مدارس أخرى في أبو حنيفة ولغاية ما تقابله يعني. لكن اللي أنا عايز أقوله إن الإمام أحمد بن حنبل لم يذكر عنه كلمة أو أنا برضو حضرتك صحيح لي هذا الأمر لم يذكر عنه في مدرسة الرأي رغم أنه مش موافق على كتير في مدرسة الرأي لم يذكر عنه كلمة. في الملاحظ حقيقة بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله يعني لا يشتد على أحد إلا في حالة واحدة إذا رأى أن هذا الشخص خالف الكتاب والسنة وهناك دليل واضح وهذا الدليل بلغ هذا الشخص فهنا يأخذها من زاوية أخرى ما يأخذها على أن رأي فقهي يحتمل لا يأخذها على هناك مخالفة لنص. نعم. وليس بالضرورة أحيانا قد يشتد العالم مثل الإمام مالك أو غيره يعني لا يشتد لقصد
يعني أنه أخذ في نفسه على فلان بقدر ما يريد أن يربي من حوله على أن المهم عندنا هو الكتاب والسنة وليس الأشخاص. نعم. لا نقدس أشخاص، نحن نقدس نصوص. نعم. ونحترم الأشخاص. نعم. فهذا هذا مبدأ مهم جدا. نعم. يعني في قضية الإمام أحمد يعني حتى خصومه في المحنة، محنة يعني نعم نعم يعني كان كلامه معهم عجيب جدا. نعم. حتى قال لا أريد أن أدخل النار أحد بسببي. نعم. وله كلمات ربما أتي إليها في حينها يعني. نعم. طيب والآخرين ماذا قالوا عن الإمام أحمد؟ أنا لدي الحقيقة بعض الأشياء في نعم. هذا الجانب. يعني نأخذ الإمام الشافعي نفسه. نعم. شيخه. نعم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد، في بغداد انتقل مصر. نعم. وما خلفت بها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من الإمام أحمد. تخيل نعم. المؤذي يقول عن تلميذ هذا الكلام. نعم. يعني نعم. وأفقه، يعني في ناس قالوا أحمد محدث وليس فقيه، الشافعي نعم. يقول لا هو أفقه. نعم. من كانوا في بغداد. نعم. كذلك يقول الإمام الشافعي للإمام أحمد: إذا صح عندكم الحديث، يخاطب الإمام أحمد تلميذ، إذا صح عندكم الحديث فأعلمني به أذهب إليه حجازيا أو شاميا أو عراقيا أو يمنيا. الله. أي انفتاح أكبر من الله. هذا. أيوة الله. المهم هو الحديث. نعم. أو صح عندك الحديث أعلمني به أذهب إليه ولا تعصب حجازيا أو شاميا أو عراقيا أو يمنيا. رحمهم الله. رحمهم نعم. الله. يحيى بن معين وهو من مشايخ الإمام أحمد يقول: أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل؟ نعم. لا والله، ما نقوى على ما يقوى عليه أحمد ولا طريقة أحمد. إنسان يعني نعم مختلف تماما. نعم. مصعب الزبيري رحمه الله يقول: ومن في ورع أحمد وعبادة أحمد يرتفع على جوائز الخلفاء حتى يظن أنه الكبر. نعم. نعم. ويكري نفسه مع الحمالين حتى يظن أنه الذل. يعني الله. حتى يسترزق يرفض هدايا الخلفاء حتى يظن أنه الكبر، ويتذلل للحمالين حتى يظن أنه الذل، ويقع نفسه عن مباشرة الناس وغشيان خاصتهم. يعني الناس الكبار لا يريد لا. فلا يراه الرائي إلا في مسجد أو عيادة مريض، ما ترك الواجبات الأخرى على المجتمع لا. نعم. مسجد أو عيادة مريض أو حضور جنازة. ولم يقضي لنفسه بعض ما قضينا من شهوات. هذا إمام يقول هذا الكلام. نعم. يقول هو ما أخذ شهوات زينة واستمتع في الدنيا. نعم. كان زاهدا. نعم. أبو زرعة يقول: ما رأت عيني مثل أحمد بن حنبل، فسأله بعض من حوله في العلم. نعم. فقال: في العلم والزهد والفقه والمعرفة وكل خير ما رأت عيني مثله. نعم. يعني ثناء عجيب جدا. الحافظ الذهبي وهو شافعي رحمه الله يقول: هو عالم العصر وزاهد الوقت ومحدث الدنيا ومفتي العراق. نعم. وعالم السنة وباذل نفسه في المحنة، قل أن ترى العيون مثله، كان رأسا في العلم والعمل. الجمع بين العلم والعمل هذه غاية. نعم. والتمسك بالأثر لذا عقل رزين وصدق متين وإخلاص مكين، يعني شهد له بالإخلاص، وخشية ومراقبة للعزيز العليم. نعم. وذكاء وفطنة وسعة علم، هو أجل من أن يمدح بكلمي وأن أفوه بذكره بفمي. يعني في هذه الدرجة. نعم. كان طبعا ثم ذهب يتكلم عن وصفه الخلقي كيف. نعم. كان يعني. نعم. هناك أيضا الحقيقة عدد من الآراء العلماء عن هذا الإمام، وأنا أقول الحقيقة لم يعني هو نفسه كان له موقف بذاته عندما تعرض عليه آراء الآخرين، ينتقد على تلاميذه. نعم. أن يشتغل في هذا الأمر. نعم. يعني مرة سأله سائل قال: ما تقول في شخص تقدم للناس يريد أن يصلي بهم وعليه لباس من جلد الثعلب؟ نعم. الثعلب ليس من بهيمة الأنعام. نعم. فقال: يعني إن كان تأول أيما إهاب دبغ، في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أيما إهاب أي جلد دبغ فقد طهر. نعم. أيما هذا عام. نعم. فيقول: إن كان تأول هذا الحديث يصلى خلفه. نعم. قال بعضهم: وإن كان تأويلا خاطئا. قال: وإن كان تأويلا خاطئا يصلى خلفه. إنما تأول. يعني الكلام هذا نقله أحد علماء المالكية عن الإمام أحمد. الغريب أن الكلام هذا يعني مرة كنت أتحدث مع سماحة المفتي. نعم. فقرأت عليه هذا الجملة، قال: أنا ما سبق قرأت هذه العبارة التي نقلها ابن عبد البر المالكي. نعم. عن الإمام أحمد. نعم. ما سبق قرأتها في كتب الحنابلة أنفسهم. مش موجودة في كتب الحنابلة وموجودة في كتب المالكية. يعني كانوا يبحثون عن فقهياته وآرائه تربويات حتى في المغرب العربي. نعم. والإمام بن عبد البر من كبار المحدثين. يعني الحقيقة الأمر
قضايا كثيرة يعني يسنى بهذه الطريقة. نعم. يعني هو لا يشغب على الآخرين أو إطلاقا. ملمنين دكتور جت فكرة أن فقه الإمام أحمد بن حنبل هو يعني فقه التعسير، وأنا كنت فاكر عندنا في مصر بس أن لما واحد يقول على واحد بيصعب عليه يا عم ده حنبلي، يعني أنه هو جايب أصعب حاجة في الدنيا يعني. وبعدين طلعت لقيت أن أخونا في الخليج عارفين نفس النكتة، أن هي منتشرة مش بس في مصر يعني منتشرة. فهي حقيقة ولا إشاعة ولا وأكيد كل حاجة لها سبب في الدنيا يعني. وللأسف أن أحيانا تنتشر الأمور حتى تكون كأنها حقائق. نعم. لكن الحمد لله أن الأمور بالإمكان التأكد منها من الواقع يعني. نعم. مذهب الإمام أحمد من أوسع المذاهب في باب المعاملات، وهذا أوسع المذاهب في باب المعاملات. المعاملات هذا بالاتفاق، بالاتفاق العلماء. يعني أستاذنا حسن الشاذلي له كتاب اسمه نظرية الشرط. نعم. تكلم كلام جميل جدا عن هذه القضية. نعم. وقال أوسع المذاهب في تقرير مسألة الشروط في العقود هو مذهب الإمام أحمد بدون أي كلام، إن الشروط في العقود يعني متسامح جدا. يعني كثير الآن من الأشياء التي توجد في المصارف الإمامية يذهبون فيها إلى رأي الإمام أحمد. نعم. يعني السعم عن أكثر الضيق الذي نعانيه من البنوك الربوية، فصار الفرج فيه هذا في مذهب الإمام أحمد. والحقيقة له مسائل كثيرة، أنا أضرب مثال بسيط يعني. نعم. مسألة الملامسة الرجل للمرأة، لو رجل لمست يد امرأة ويمشي في الطريق. نعم. خطأ مثلا. نعم. الإمام أحمد لا ينتقض الوضوء لأنه ليس بشهوة. نعم. لو فرضنا هذه المسألة أخذنا بالآراء الأخرى، كيف إنسان بيطوف الحرم؟ كيف بيكمل طواف واحد؟ في الحج حضرتك، في الحج يعني ما مش هيكمل له شوط إلا وكل شوية يروح يتوضأ، لأن الملامسة. نعم. ساعة أو ضيق هذه. نعم. لكن أنا لا أستبعد أن بدايتها كانت هي من التعصب، المقلدين الأتباع الذين لا يعرفون. نعم. والحقيقة كبيرة أكبر من هذه. الإمام بن عابدين هو من أئمة الحنفية. نعم. تكلم كلام جميل جدا في رسائل اسمه رسائل بن عابدين، يقول كثير من القيود التي يذكرها المتأخرون إذا لم نستطع إثباتها عند الأوائل فلا. نعم. فلا يصح أن نأخذها علينا فعلا، لأنه في هذه الحقيقة نضيق الشرع بكلام الناس وليس. نعم. بحقيقة أدلة الشرع. نعم. وأنا أقولها من تجربة، عندما أرجع إلى كلام الفقهاء المتقدمين. نعم. أجد في السعف الأحكام، وكل ما أذهب إلى كتب متأخرين يضع قيود يعني كل شخص له مؤثرات يعني مجتمعه، طبيعة الأعراف التي كان فيها. نعم. فيضع قيود للوقت الذي يعيش فيه أو للبيئة التي يعيش فيها. نعم. فيأتي شخص متأخر ويظن هذا القيد على طول خط، فهنا تأتي فتفضل القيود عمالة تضاعف مع الوقت جدا، في حين أن أنت لو رجعت للأصل تجد ولما نرجع للأصل الأصل الكتاب والسنة سنجد السعة بمعناها الحقيقي. نعم. وما جعل لكم دين من حرج، سنجد الحقيقة هذه ساطعة جدا. نعم. فقه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. اللي هم السلف الصالح خير القرون قرني. نعم. ثم الذين يلونهم ثم الذين، يعني هنا سنجد السعة الحقيقية. مشكلتنا يعني نعرض الإسلام اليوم بطريقة أضيق من حقيقته، والسبب هذه القيود التي وضعها المقلدون على مر التاريخ، أو عفوا أحيانا لا ليس مقلدا لكن طبيعة المرحلة أو السؤال الذي أجاب عليه يقتضي أن يضع قيود له. لكن لماذا أضع هذه القيود على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل الأزمان والظروف والأحوال؟ يعني ده كلام خطير اللي حضرتك بتقوله. لم أقوله أنا، الإمام. نعم. ابن العز الحنفي قاله، ابن تيمية تكلم عن هذه القضية، القرافي تكلم عنها وبشدة جدا، قال لا يجوز أن نجمد على المنصوص، ويقصد. نعم. بالمنصوص كلام نصوص الفقهاء وليس كلام نصوص. نعم. الشارع. نعم. لأن نعم. معاذ. نعم. الله أن طبعا هو يقصد النصوص. نعم. الفقهاء. نعم. الفقهاء يكتبون أحيانا في عصر معين. نعم. فيتكلم عن قيود تتعلق بعصر معين. نعم. تختلف تماما، حتى أحيانا ربما تكون مصطلحات نفس المصطلحات. نعم. لكن أو اللفظة لكن نجد لها معنى وفي مكان آخر لها معنى. الآن في العالم الإسلامي نجد كلمة في الخليج لها معنى وفي المغرب العربي لها معنى. فهذه. نعم. الأمور يراعيها الفقيه. نعم. وإذا رعاها اتسعت الدائرة. يعني في فترة من فترات، نحن الآن الحمد لله حقيقة أعتقد أننا تعايشنا أكثر. نعم. أكثر من السابق. نعم. يعني فترة من فترات وصل التعصب، وقطعا هذا لا يمكن أن يقر أي إمام ولا. نعم. أي فقيه حتى. نعم. عاقل. نعم. يعني وصل بعضهم إذا رفع يده إصبعه في التشهد يأتي شخص يكسره. حاجة يعني فظيعة جدا. أو بعضهم حتى حرم فقه ما فيش تحريك يعني إلى هذه الدرجة، فقع صغير يعني جدا يعني. نعم. يعني يرتكب جريمة جنائية في الشرع بسبب قضية لا يمكن يقول هذا عالم. لا شك أنه من الأتباع المقلدين الذين لا يفهمون يعني. نعم. والمقلد ليس عالما يعني. نعم. هذا معروف يعني، لأن المقلد. نعم. هو الذي يأخذ الحكم من غير دليل.
وليس في أحد من العلماء أبدا بيقول والله تكسر أصبع شخص اللي هذا كلام يعني حقيقة. الشيخ محمد رشيد رضي رحمه الله تكلم في مقدمة الكتاب المغني عن هذه القضايا وأتى بأمثلة. أنا لما قرأتها قلت والله نحن الآن في مرحلة يعني متقدمة جدا من الساعة يعني. نعم. وهي فترة حقيقة كانت قصيرة في التاريخ الإسلامي. نعم. لفترة الجمود وال نعم. ولها حكاية يعني واسعة ربما تعرض لها. نعم. يعني أنت دكتور ترى إحنا خلاص قربنا على نهاية الحلقة ونستأذن حضرتك إن إحنا هنلتقي بك في حلقة أخرى نكمل، لأن إحنا حتى لسه ما وصلناش أصول مذهب الإمام أحمد، طريقة الإمام أحمد في الفتوى، هو فقيه ولا محدث، موقفه من الاختلاف، يعني هنكمل في حلقة أخرى. لكن الحقيقة قبل ما أختم الحلقة دي عايز أختم بسؤال، هل ترى إن إحنا أكثر تشدداً في تعاملنا مع الفقه الإسلامي في العصر الحالي عن المنابع الأولى الصافية؟ والله يعني لو نظرنا إلى المدارس الفقهية القديمة هي لا زالت موجودة إلى اليوم كمدرسة، مدرسة أهل الرأي، مدرسة أهل الأثر، مدرسة الظاهرية. والحقيقة أن يجب ألا نتضايق من هذا التقسيم إطلاقا. هذه منهجيات في نعم. تفسير النصوص نعم. يجب أن نعرضها فقط على المحك الحقيقي أصول الفقه. نعم. فما كان فيها صالحا يؤخذ به، وما كان غير ذلك فلسنا ملزمين بأحد. نعم. المشكلة عندما نتعمد أو يتعمد شخص أن يقلد رأيا معينا ومعروف أن هذا الرأي خالف الدليل، أو يعني ويعصب له ويؤلف فيه مؤلفات جديدة و نعم. يعني العجيب أن كنت بقرأ الإمام الذهبي كلام عظيم جدا. نعم. قال إن حتى كلام العلماء بعضهم في بعض لو أحرقه إنسان يريد التقرب إلى الله يكون هذا قربة، لأن هذه من الأشياء التي تفرق الناس وتفرق الأمة. إن جمع الأمة أولى من إبقاء بعض الكلام جدا اللي له أثار في تفريق الأمة. نعم. بهذه الطريقة. نعم. إحنا عندما يتكلم أشخاص في بعضهم مثلا يقول لماذا ننقل هذه الأمور، ليس بالضرورة يقول لو أن أحد الولاة مثلا قرر أنه والله يحرق هذه الكتب التي ليس فيها علم وإنما هي مجرد شحناء وبغضاء ليس فيها علم طبعا. نعم. قال نعم. هذا يكون مأجورا لا مأزورا، ذكر هذا في سير علم النبلاء. نعم. فيعني انظر كيف حتى يريدون أن يقطعوا هذه الأشياء. نعم. الآن الحقيقة تطورنا أكثر، يعني عندنا المجامع الفقهية. نعم. وهذه الحقيقة انطلاقة يعني. طيب دي وتحرر دي نقطة للأمل جميلة أن احنا جدا يعني لا نعم. أعتقد فيه الحمد لله انطلاقة جيدة، والمرجعية الكتاب والسنة الآن صارت عند الجميع قضية مسلمة. نعم. في قضية في يعني إشكاليات في تفاصيلها هي بينت فعلا المسلمين حقا ومذهب أهل السنة عن بقية المذاهب الأخرى وجعلته ظاهر وواضح. نعم. هذه يعني قضايا الحقيقة أنا متفائل يعني أنا سعيد إن إحنا وإحنا أصلا إحنا بنقول دعوة للتعايش، وبنقول يا شباب يا ستات يا بنات يا شباب يا اللي في مساجدنا يا متدينين، إن شاء الله يكون أمل كبير مزيد من التعايش، مزيد من الحب. إحنا محتاجين نتآلف، إحنا محتاجين نجتمع حتى لا نؤكل، محتاجين نحس إن إحنا أمة مطاطة، مش عايزين ناكل في بعض على 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 خلافات فقهية فيقهرنا أعدائنا ونخسر بلدنا، ونكون فاكرين إن إحنا بنحسن وإحنا باختلافنا مزيد من الفرقة والضياع. بالله عليكم يا شباب يا متدينين يا أئمة المساجد يا علماءنا، خلونا نأتلف، خلونا نتكلم عن فقه الائتلاف، خلونا نتكلم عن الحب والتآخي والوحدة، خلونا نتعايش من أجل الأمة دي، وإلا فلو فضلنا مختلفين سنضيع وسيضيع أرضنا وديننا وبلادنا، والعدو متربص. خلينا عاقلين، خلينا متألفين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا اصبروا لعلها على الأخوة على الألفة على الوحدة. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن هو نتعايش وأنه ينفعنا بهذا الكلام، وأن احنا نجتمع ولا نفترق، وأن مساحة الاتفاق تزيد. وجزاك الله خيرا دكتور سعد، مشكورك جدا، وحنكمل معاك الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أربعة أئمة كلهم أعلام، إمام أضاف للعلم بعد إمام. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي، صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا، رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط.
مايو 1982 ميلاد أول منتج من مصانع العرب وبدأ مشوار الثقة. بالتطور المستمر بالالتزام بمعايير الجودة البنية، النهاردة أكثر من 300 منتج بيخرج من مصانع العرب. أكثر من 12 مليون بيت في مصر بيثق في اسم العربي. العربي صناع الثقة. دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا. العربي صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. هذا البرنامج برعاية سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي صناع الثقة. حقوق الإعلان الحصرية لهذا البرنامج ميديا لاين. هذا البرنامج من إنتاج إيبونايت. مراوح توشيبا العربي، دلالات كتير وألوان أكتر. مراوح توشيبا العربي، في حد لسه حرام؟ العربي صناع الثقة.
100 دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا.